السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. نكمل اليوم إن شاء الله المسرحية القوي الأمين التي تتحدث عن استخلاف سيدنا أبو بكر الصديق من قبل خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بعد أن استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن استشار كبار الصحابة. نكمل المسرحية، بقي عندنا صفحتين نكملهما إن شاء الله. يخرج القوم واحدا بعد واحد وهم يسلمون على أبي بكر ويدعون له. عثمان يرى أبا بكر يتوجع، إني لأراك تتوجع يا أبا بكر، فهل أدعو لك أهلك؟ أبو بكر، لا يا عثمان لا تفعل، لكن هاتي قرطاسك وقلمك لأملي عليك كتاب العهد. عثمان الساعة يا خليفة رسول الله. أبو بكر، الساعة يا عثمان قبل الفوات. يسمع صوت المؤذن لصلاة العصر. أبو بكر، انتظرني قليلا يا عثمان حتى أؤدي صلاة العصر، حتى أؤدي صلاة العصر. يكبر للصلاة وهو جالس، ثم يعتريه الضعف فيضطجع حتى يتم صلاته وهو مضطجع. هلم يا عثمان. عثمان يدنو منه ويخرج قرطاسه وقلمه ودواته. أملي يا خليفة رسول الله، أملي يا خليفة رسول الله. أبو بكر يملي وعثمان يكتب. اكتب يا عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي. تلحق أبو بكر غشية. عثمان، إني استخلف عليكم بعدي. أملي يا أبا بكر. وي، إنه ذهب به، إنا لله وإنا إليه راجعون. ينادي، يا أهل البيت هلموا الحقوا خليفة رسول الله. بعد أن أفاق أبو بكر من الغشية، أبو بكر، خشيت إن افتلتت نفسي من غشيتي تلك أن يختلف الناس. عثمان، نعم، فاقرأ لي ما كتبت. عثمان، إني استخلفت عليكم بعدي. أبو بكر، عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخذ الخاتم فاختمه. عثمان، قد أخذت الخاتم فختمته يا أبا بكر. يعيد إليه الخاتم. يخرج القوم واحدا بعد واحد وهم يسلمون من السلام، يقولون السلام عليك، وهم يسلمون على أبي بكر ويدعون له. يخرج فعل مضارع مرفوع بالضمة، القوم فاعل مرفوع بالضمة، يسلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، هم يسلمون. يدعون أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون
لأنه من الأفعال الخمسة. يرى أبا بكر يتوجع. يتوجع من الوجع، the pain. يرى عثمان، يرى سي أبو بكر، how is has a pain. يرى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، يتوجع أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة. يرى هو أبا بكر. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. إني لأراك. أرى فعل مضارع مرفوع على الضمة المقدرة على الألف. أرى تتوجع فعل مضارع مرفوع. فهل أدعو لك أهلك. أدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه أيضا الضمة المقدرة على الواو. الواو أو كبيرة، الضمة أو صغيرة، فالصغيرة تختفي بالكبيرة. فهل أدعو لك. لا يا عثمان لا تفعل. هذه لام الطلب، لام الأمر، لا تفعل، don't do. فعل أمر مبني على السكون. هاتي، give me or bring. هات، لا تكتب الياء، لكن هاتي. هات أيضا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. هاتي مبني على حذف حرف العلة. قرطاسك، القرطاس the paper, old paper from the skin of animals or bone anything. القرطاس what we write on it. Here القرطاس والقلم، القلم the pen، قرطاسك وقلمك your paper and your pen. القرطاس. لأملي الإملاء dictate، to dictate to you. لأملي عليك. كتاب العهد، الكتاب ذا العهد ذا كونفينت تو ميك أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة. He want to write that. كتاب العهد. Book of the promise. الساعة يا خليفة رسول الله. الساعة هي مقصود هنا الآن، يعني مباشرة، وليس الساعة an hour or o'clock. الساعة يا خليفة رسول الله. Sooner يا خليفة رسول الله. الساعة يا عثمان. قبل الفوات. Before the time is go. Now. إذن هنا الساعة ليس مقصود فيها الساعة the hour or the watch. الساعة لها كثير من المعاني. الساعة في اللغة العربية the watch or a clock. أيضا الساعة the hour. هنا المقصود هنا مباشرة. Directly. قبل الفوات. يسمع صوت المؤذن لصلاة العصر. يسمع فعل مضارع مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. يسمع صوت المؤذن لصلاة العصر. انتظرني قليلا يا عثمان. Wait me. انتظرني. انتظر فعل أمر مبني على السكون والنون نون الوقاية. أن تنتظرني حتى أؤدي. حتى أؤدي until to make or to do to prayer صلاة العصر. أؤدي فعل مضارع فعل مضارع منصوب بحتى. حتى أؤدي. يكبر للصلاة. الله أكبر. أنت الصلاة. يكبر say الله أكبر فعل مضارع مرفوع بالضمة. وهو جالس he is sitting. حتى يعتريه الضعف فيضجع. يعتريه الضعف، يأتيه الوجع والألم. Get weak فيضجع and lie down. حتى يتم صلاته وهو مضجع. Lying down. Until he يتم continue his صلاة
He is lying down. هلما يا عثمان، هلما come on. هلما تعال بمعنى لنبدأ. Let's start. هلما يا عثمان. يدنو منه، يدنو يقترب. To close to him. يدنو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة أيضا. ويخرج فعل مضارع مرفوع بالضمة قرطاسه وقلمه ودواته. الدوات the ink pot. الدوات the ink pot. القرطاس والقلم والدوات. أملي يا خليفة رسول الله. هنا قال لأملي عليك. To dictate to you. أملي علي. Dictate to me. أملي فعل أمر مبني على حذف الياء لأنه حرف صوتي. فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. Deleting the vowel letter. يا خليفة رسول الله. يملي عثمان. يملي أبو بكر. يملي saying dictate to عثمان وعثمان يكتب. يملي يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة. هنا ضمة مقدرة، هنا ضمة ظاهرة. اكتب يا عثمان. اكتب فعل أمر مبني على السكون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده. In his last time. بالدنيا. In this world. خارجا منها. Going from it. وعند أول عهده بالآخرة. At the first steps in the الآخرة. The last يوم. داخلا فيها. Going to it. حيث في هذا الوقت يؤمن الكافر، لأنه يرى ما حجبته الدنيا عنه. يؤمن فعل مضارع مرفوع بالضمة، الكافر فاعل مرفوع بالضمة. أيضا يوقن الفاجر فعل مضارع وفاعل. ويصدق الكاذب فعل مضارع وفاعل. إني استخلفت عليكم بعدي. I ordered to be الخليفة after me. تلحق أبو بكر غشية. الغشية here the dizzy or coma. غشية. عثمان he is writing. إني and say يقرأ reading. إني استخلفت عليكم بعدي. إني استخلفت عليكم بعدي. تلحق أبو بكر غشية. املي يا أبو بكر. ديدكت أو أبو بكر. Why? Because أبو بكر doesn't hear him. إنه ذهب به. ذهب به. He's gone. إنا لله وإنا إليه راجعون. ينادي. Call. ينادي فعل مضارع مرفوع. ذهب فعل ماض مبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره. يا أهل البيت. He calling the family of Abu Bakr رضي الله عنه. هلموا come on. إلحقوا خليفة رسول الله. Follow خليفة رسول الله. إلحقوا أيضا فعل أمر. هلموا إلحقوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. فعل الأمر يحذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة ويبنى على حذف حرف العلة إن كان آخره حرف صوتي. بعد أن أفاق أبو بكر من الغشية. After a little time, أبو بكر also get up from the dizzy. أبو بكر خشيت. I fear. إنفتلتت. خشيت. إنفتلتت نفسي. My soul is gone. من غشتي. In my dizzy. تلك أن يختلف الناس. To people to be different. عثمان نعم. فاقرأ لي ما كتبت. اقرأ خشيت. 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 افتلت أيضا.
افتلتت. إن افتلتت، إن حرف ناصب، فعل مضارع منصوب بأن، والتاء تاء التأنيث الساكنة. أن يختلف أيضا فعل مضارع منصوب بأن. اقرأ فعل أمر، لي ما كتبت، ما كتبت فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل متحركة. إني استخلفت عليكم بعدي، هذا ما كتبه عثمان عمر. إني استخلفت عليكم بعدي عمر أبو بكر رضي الله عنه. كونتينيو. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. اسمعوا وأطيعوا أيضا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارع من الأفعال الخمسة. وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا. فإن عدل عمر، إن عدل في بي أفير، فذلك ظني به. I thought he is like that. هو عادل. وإن بدل، if he change، فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم. Every person. And what he do. والخير أردت. I want the goodness. ولا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعلم أردت فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل المتحركة. أعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة. يعلم أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة. ظلموا ظلموا فعل ماض مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. ينقلبون فعل مضارع مرفوع على رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ الخاتم، الخاتم ذا ساين، واختمه. أخذت الخاتم فختمته. I signed it. يا أبا بكر يعيد إليه الخاتم. الصفحة الأخيرة، أبو بكر جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. أخرج يا عثمان فنادي الصلاة جامعة، فإني أريد أن أكلمهم من هذه القوة، ثم أتني بعمر. يخرج عثمان وتدخل أسماء. أسماء، هذه عائشة أم المؤمنين يا أبا بكر. عائشة بنت أبو بكر، وأسماء بنته. عائشة أخت أسماء. إذن أسماء وعائشة بنات أبي بكر الصديق. تدخل عائشة. أبو بكر، مرحبا بعائشة، مرحبا بأم المؤمنين، مرحبا بحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقبل رأس أبيها. كيف أنت يا أبتي اليوم؟ أبو بكر، بحمد الله يا عائشة. عائشة، كلما أرسلت فتاتي إليك قالت عندك رجال. أسماء، أجل، لم ينقطع عنه الرجال طوال اليوم. عائشة، ألا ترفق يا أبت بنفسك؟ أبو بكر، يا أم المؤمنين، كيف يرفق بنفسه من تولى أمر هذه الأمة؟ أعينيني يا أسماء حتى أشرف من هذه القوة على أهل المسجد. تأخذ أسماء بيده وتسنده عائشة وأم فروة من وراء ظهره حتى يخرج رأسه من القوة. أبو بكر، أيها الناس، يا معشر المسلمين، أصغوا إلي فلعلكم لا تسمعون صوتي بعد اليوم. إني قد عهدت وما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، أفترضون بمن أستخلفه عليكم؟ الجميع رضينا يا خليفة رسول الله، من تستخلف علينا نرضى به؟ أبو بكر، إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. الجميع، سمعنا وأطعنا
يا خليفة رسول الله. إذن بعد أن كتب عثمان بن عفان العهد قال له أبو بكر جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله، اخرج، go out، فعل أمر مبني على السكون. يا عثمان فنادي، الصلاة جامعة. متى ينادى الصلاة جامعة؟ عندما لا يكون وقت الصلاة، مثل صلاة العيد أو صلاة التراويح مثلا أو صلاة الاستسقاء، أي صلاة غير الصلوات المكتوبة لا نقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول الصلاة جامعة، gather for الصلاة. فإني أريد أن أكلمهم في هذه الكوة. الكوة the small window in the wall، والكوة هذه من غرفة أبو بكر تطل على المسجد، على المسجد النبوي. ثم أتني بعمر and bring عمر. إذن أخرج يا عثمان فنادي، نادي فعل أمر مبني على حذف حرف العلين، نادى ينادي بالياء، نادي أنت فعل أمر مبني على حذف حرف العلين. أريد فعل مضارع مرفوع بالضمة، أكلم فعل مضارع منصوب بأن، ثم أتني، ائتي أيضا فعل أمر مبني على ائتي على حذف حرف العلة والنون للوقاية. بعمر كما قلنا عمر اسم ممنوع من الصرف، ليس عمري، بعمر، عمر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. يخرج عثمان وتدخل أسماء، عثمان go out، أسماء daughter of أبو بكر كمين تدخل، يخرج فعل مضارع مرفوع. أسماء هذه عائشة، يا عائشة أم المؤمنين يا أبا بكر. He told him this is عائشة أم المؤمنين يا أبا بكر. تدخل عائشة، أبو بكر مرحبا بعائشة، أيضا ممنوع من الصرف، بعائشة. مرحبا بأم المؤمنين، مرحبا بحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. عائشة تقبل رأس أبيها، أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. تقبل فعل مضارع مرفوع بالضمة، هي الفاعل، رأس مفعول به، أبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. كيف أنت يا أبتي اليوم، my father، أبتي، بحمد الله يا عائشة. عائشة كلما أرسلت فتاتي إليك، every time I send my girl to you، my maid to you، فتاتي my girl إليك to you، قالت she told me عندك رجال، you have or men. أجل yes، لم ينقطع عنه الرجال طوال اليوم. تجيبها أختها أسماء، أجل لم ينقطع، ينقطع فعل مضارع مجزوم بلم، عنه الرجال طول اليوم، all the day. ألا ترفق يا أبتي بنفسك، ترفق to be careful about yourself my father، ألا ترفق بنفسك يا أبتي، أو ألا ترفق يا أبتي بنفسك يا أم المؤمنين. كيف يرفق بنفسه من تولى أمر هذه الأمة؟ أبو بكر خليفة المسلمين، فكيف يرفق بنفسه؟ أعينيني يا أسماء، أعينيني help me، أيضا أعيني فعل أمر والنون نون الوقاية، حتى أشرف أيضا فعل مضارع منصوب بحتى، من هذه القوة على أهل المسجد. عندما قال الصلاة جامعة جاء الناس إلى المسجد، هنا أبو بكر يريد أن يفتح القوة ويخاطب المسلمين. تأخذ أسماء بيده، تأخذ فعل مضارع مرفوع بالضمة، أسماء فاعل، تسنده، تسند أيضا فعل مضارع مرفوع، عائشة وأم فروة من وراء ظهره. أسماء تمسك بيد أبو بكر والدها، عائشة وأم فروة
they help him from behind من وراء ظهره حتى يخرج رأسه من القوة أيضا يخرج حتى فعل مضارع منصوب بحتى يقول أبو بكر أيها الناس يا معشر المسلمين معشر the group of people يا معشر المسلمين أصغوا إلي listen to me الإصغاء listening أصغوا إلي أصغوا أيضا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارع من الأفعال الخمسة فلعلكم لا تسمعون صوتي بعد اليوم maybe you will don't hear my voice after this day تسمعون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون صوتي my sound my voice إني قد عهدت عهدا I met you أبوك وما ألوت من جهد الرأي I do my best with my thought الجهد the effort جهد الرأي my opinion or my thinking ولا وليت ذا قرابة I didn't make خليفة from my relative ولا وليت ألوت وليت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة ذا قرابة a relative one أفترضون بمن أستخلفه عليكم accept أفترضون أيضا ألف الاستفهام هذه الاستفهام ألف الاستفهامية ترضون Do you aspect about the one I will make him خليفة upon you? رضينا يا خليفة رسول الله من تستخلف علينا نرضى من تستخلف أيضا من الجازمة تستخلف فعل مضارع ملزوم نرضى فعل ماض مبني على حذف حرف العلة نرضى من الرضا رضينا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين هذه النا الفاعلين نحن رضينا subject النا attached pronoun إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا أيضا اسمعوا وأطيعوا مرت معنا كثيرا فعل أمر مبني على حذف حرف النون مبني على حذف النون لان مضارعه من الاسماء الخمسه سمعنا واطعنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين يا خليفه رسول الله بهذا النص انهينا الوحده الرابعه ان شاء الله كما قلنا الاسبوع القادم ان شاء الله مسافرون الى الحج نكمل ان شاء الله ان احيانا الله بعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول والرضا نستودعكم الله ونطلب منكم السماح والدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا تقبل منا بسر الفاتحة